السلام عليكم اليوم الثامن والعشرون من حزيران 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء ونوقشت فيه مجموعه من المسائل المثبته في برنامج الاجتماع وكانت هناك ديباجه للسيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي تحدث فيها عن مجمل ما يحف من تحديات ببلدنا وعرج على السياسات التي تنتهجها هذه الحكومه سياسات المسؤوله عن بلد بحجم العراق في ظروف استثنائيه مرت بها هذه الحكومه منذ سنتين سياسات تتوخى انجاز مشروعات وخدمات لصالح العراقيين وتتبع علاقات بناء علاقات اساسيه داخل المجتمع وفي دول الجوار الاقليمي ونبذنا في هذه السياسات الانعزاليه وسيطرنا على التوترات رعايه لمصالح بلدنا الاقتصادية كانت هناك زيارة لسيد رئيس مجلس الوزراء قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هدفها هو الحفاظ على هدوء المنطقة واستقرارها بما يخدم مصالحنا وأيضا نقاشات عن الشراكات الاقتصادية وعن مسائل الأمن الغذائي لبلدنا وقضايا الطاقه والمياه خاصه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، هذه موضوعات اساسيه نحرص عبرها ان نرعى مصالح العراق عبر هذه العلاقات الدبلوماسيه المعززه بمنهج حقيقي لان يكون العراق مستقرا ومقرا للاخرين لحل النزاعات ول ترطيب الأجواء ولفض هذه التوترات التي تؤثر على بلدنا كان هناك تعريج أيضا على الاتفاقية الصينية وكيف أن هذه الحكومة رغم الحملات التي تشن عليها من جهة هذه الاتفاقية أنها طبقت هذه الاتفاقية وبدأنها بمشروع المدارس وبنائها وكذلك كانت هناك نقاشات بين السادة الوزراء قبل الدخول في برنامج الاجتماع في مجمل هذه القضايا وما موجود من جو سياسي في بلدنا التي أمننا فيها أن يكون هناك سعي جاد لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين في هذه المرحلة الصعبة و أكدنا أن هذه الحكومة لن حياز لها ولا ميلان إلا لصالح العراقيين ومصالحهم لم نتبع فيها سياسة المحاور لم ننحز إلى أي جهة بل إلى مصالح العراقيين فقط فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت هذا اليوم أبرزها كان هناك حصة كبيرة ل وزاره الصحه ثلاثه قرارات اتخذت لتدعيم اسس سياسه صحيه وطبيه للعراقيين في هذه الفتره فكان هناك استضافه للدكتور هاني العقابي وزير الصحه الذي عرض مجموعه من القضايا المهمه واتخذت فيها قرارات لعل اولها هو قرار بتعيين ذوي المهن الصحيه والطبيه وكان هنا قرار بان تقوم وزاره الماليه بتمويل اكثر من 169 مليار دينار عراقي الى وزاره الصحه لتعيين ذوي المهن الطبيه والصحيه والمشمولين ايضا بقانون التدرج الطبي والصحي رقمه 6 للعام 2000 وتعديلات هذا القانون. اعتقد هذه خطوه متقدمه ومهمه لكي تكون هناك مزيد من الخدمات الطبيه عبر هذه التعيينات لذوي المهن الطبيه، ايضا كان هناك قرار اخر بان تقوم وزاره الماليه بتمويل وزاره الصحه ب 45 مليون دولار لمشروع خدمات العنايه المركزه لحديثي الولاده. هذا الموضوع ضاغط حقيقة نشعر بالأسف أن هناك خدمات طبية لازمة وضرورية لا يجدها الأطفال ولذلك اليوم ناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع وخصص هذه الأموال لوزارة الصحة وهناك أكثر من عشرين مركز طبي سيكون جاهزا لاستقبال حديثي الولادة ورعايتهم والقرار الاخير لوزارة الصحة هو ان هناك تصويتا جرى في مجلس الوزراء لاقرار توصيات لجنة الامر الديواني رقم 45 للعام 2018 وهو يتعلق بوضع سبل واليات وحلول لانجاز مشروعات تتعلق بالمستشفيات العامة هذا ايضا يصب في صالح تعزيز الخدمات الطبيه التي توفرها الحكومه للعراقيين واتخذ هذا القرار هذا اليوم بالاجماع في مجلس الوزراء. كان هناك ايضا قرار يتعلق بالمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وقراء المقاييس ايضا، هذا القرار ان هناك لجنه تالفت لتحويل هؤلاء الى وفق القرار 315 العام 2019، هذه خطوه متقدمه فيما يتعلق بهذه الفئه من العراقيين وهم المحاضرون والاداريون والعقود والاجراء وقراء المقاييس وكذلك قرار بتعيين الاوائل وحمله الشهادات، نحن نعلم ان حكومات متعاقبه تلكأت في تعيين هؤلاء الخريجين من الاوائل وايضا من حمله الشهادات العليا تحديدا اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعيينهم وان شاء الله ستشهد الايام القادمه تطبيقا لهذا القرار لهذه التعيينات التي تتعلق بالمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء والاوائل وحمله الشهادات العليا فيما يتعلق اخيرا ب حماية المنتج الوطني، كان اليوم هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة، وهناك توصيات للجنة قامت بدراسة واقع حال دخول البضائع والسلع إلى العراق، وخلصت هذه اللجنة إلى جملة من التوصيات، كلها تصب في صالح حماية المنتج الوطني، وقد مجلس الوزراء. على هذه التوصيات ولعل ابرزها هو فرض رسوم جمركيه على الاستيراد وهذا يحمي المنتج الوطني شكرا جزيلا